السلام عليكم، نعطيكم فيديو جديد. فيديونا بكل سعر تليفون شاومي 12 برو مجهول سعر الهاتف. فضلا نهضروا عليه، ما تنساوش ديروا جيم فيديو واشتركوا في القناة اذا ماكنتوش مشتركين. انستغرام تاعي تخفلوا سعر لي ابوني ونبدا. بالنسبة للتليفون هذا من اقوى الهواتف اللي كاين في شاومي. التليفون هذا عنده واحد 6 شهور ملي خرج ولا اكثر، تعظيم بدا يتوفر. سمعوا من بعد نهضروا على السعر تاعو. بالنسبة نبداو بالشكل تاع الهاتف هذا، والشكل تاعو كيف يجي داير، شكل الشباب تاع الهاتف هذا. يجي فيه 3 كاميرات من اللور، كما تشوفوا كاميرا اساسيه دايرينها كبيره شويه في الشكل هذا باش تزيد لك في الشكل تاع الهاتف. هاو شكل الهاتف هذا. نبداو باول حاجه المواصفات تاعو. الشاشه تاعو تجي 6.73 انش، شاشه امولاد 120 هرتز، شاشه مليحه 120 هرتز امولاد. بالنسبه نسخ ستوكاج يجي متوفر بيهم الهاتف هذا، يجي نسخة 256 نسخة 128. بالنسبة للستوكاج، بالنسبة للبروسيسور تاع الهاتف هذا، هذا تقريبا أقوى بروسيسور متوفر للجهاز أندرويد اللي هو سنوب دراجون 8 جيل 1. يجيب رام 8 و12، ويجيب جرافيك كارت جرافيك من أدرينو 730، هذا الجي بي يو تاع الهاتف هذا. بالنسبة للباتري تاع الهاتف هذا باينة 120 واط. تليفونات شاومي يكونوا في الفئة عليا هكا، فئة عالية تاع الهاتف هذا كيما هذا راح يكون 120 واط باينة، وباتري 4600 ملي أمبير، ما راح يشحن لك الهاتف مدة بزاف قصيرة. بالنسبة للكاميرات تاع الهاتف هذا، مواصفات الكاميرا تاعو، أما مواصفات لي يجو مواصفات زايدين هما كاع العفايس اللي يكونوا يميزوا بهم هاتف فئة كيما تاع الفئة تاع الهاتف هذا. بالنسبة للهاتف هذا الكاميرا تاعو كامل يجو 50 ميجا بكسل، هذه عفسة جديدة تاع شاومي. بالنسبة للكاميرا الأمامية يجي 32 ميجا بكسل، فيديو يصور حتى 8K 24 فريم، ومواصفات واحد أخرين كاينين. بالنسبة للزوم تاع الهاتف هذا يوصل حتى 120 زوم، ما فيه زوم بزاف مليح اللي يحبوا هاتف يكون فيه زوم مليح. الالوان يجيب لون نوار بلو فير وغوز، الالوان اللي يجي متوفر بهم الهاتف هذايا. بالنسبة للسعر تاع الهاتف هذايا، ما هضروا على السعر تاعو، هاتف غير كيما بدا يتوفر، سما السعر تاعو احتمال كبير راح يتبدل من السعر هذا، واحتمال كبير راح ينخفض. سما سعر التليفون هذا تلقاوه هاد الايام 16.5 مليون، نسخة تاع 12 رام 256 جيجا، ونفس الوقت تلقاها ب 16 مليون، نسخة تاع 8 رام 256 جيجا. الوقت لكم الهاتف هذا غير كيما بدا يتوفر مازال مستقرش مليح السعر تاعو، كي يزيد يتوفر راح السعر تاعو احتمال كبير ينخفض. المهم السعر تاعو هاد الايام هذا هو السعر تاع الهاتف هذايا، تقريبا ممكن تلقاه اكثر ممكن تلقاه اقل. وهذا قاعد يجي اليوم، ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو هذا فتكم به. كيما قلت لكم ديروا جيم فيديو واشتركوا في القناة اذا مشتركين. شوف فيديوهات اللي نديرهم مقبل في القناة، تقولوا شكون حابين تشوف فيديوهات جاية، نتلاقاو فيديو جاي ان شاء الله، والسلام عليكم.